لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. كانت السيدة غيثة وجها مألوفا لدى باعة الخضر والجزارين والسماكين في السوق الكبير، تأتي مرتين كل أسبوع لتشتري ما تحتاج إليها. ما يلفت إليها الأنظار اللون الأشقر الفاتح لشعرها الذي يجعل كثيرين يظنون أنها أوروبية، واستعانتها بورقة وقلم تراجع الورقة التي ضمنتها قائمة بما تحتاج إليها، وكلما اشترت شيئا مما هو مسطر في تلك القائمة شطبت عليه. كانت المرأة التي تبدو في العقد الخامس تحتفظ بنشاط لا يخفى، دائمة الابتسام كانت، وتتكلم بنبرة فيها من الودية ما يجعل كل من يكلمها يأنس إليها. على مدى سنوات ظلت محافظة على تقاليد زياراتها الأسبوعية إلى السوق البراني، ساحة 9 أبريل الشهيرة بطنجة. حين تنهي تسوقها تغادر السوق الكبير البلاصة كما يسميه الطنجاويون، يتبعها حمال. في ساحة 9 أبريل في مكان غير بعيد تنتظرها سيارة تعود إلى أواسط الستينيات القرن الذي مضى. بعض من الجزارين والسماكين من أبناء المدينة يعلمون أنها تسكن في حي مرشان، عدا ذلك لا أحد يعلم عنها شيئا. قيل إنها أمضت شبابها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أناس أن أمها أمريكية وأنها اشتغلت بالتدريس لسنوات قبل أن تعود لتستقر في طنجة مدينتها. يبدو أنها تعيش وحيدة، لم يجرؤ على سؤالها أحد ممن يعدونها على رأس قائمة زبائنهم. لعل العربي بائع السمك لم ينتبه ذات مرة لما جاء طفل قد لا يكون بلغ 10 بعد وطلب من السيدة غيثة أن تعطيه شيئا. قال لها إنه لم يأكل بعد. الشحوب الذي في وجهه يحث على تصديقه. قد لا يكون العربي السماك انتبه إلى أن المرأة انخرطت في حديث مطول مع ذلك الطفل، حتى إن السائق الذي كان ينتظرها في ساحة 9 أبريل قلق عليها إذ تأخرت يومها. ودعت السماك وسألت ذلك الطفل إن كان يأتي كل يوم إلى البلاصة. قال لها إنه يأتي كلما أحس بالجوع. ابتسمت في وجهه، أعطته 2 دراهمات ثم مضت إلى حال سبيلها. ظل الصبي مكانه يتابعها حتى خرجت من الباب، ولعله لم يصدق كلامها لما قالت إنها ستبحث عنه حين ستأتي إلى البلاصة في المرة القادمة. بعد يومين فوجئ بها وهي تنزل من سيارتها في السوق البراني. كان معه طفل آخر، نادته: تعال تعال. نظر في وجه الذي كان برفقته ثم أسرع الخطى نحوها. هل تذكرتني؟ ابتسم بخجل وهز رأسه: كما ترى قلت لك سأسأل عنك، وها أنا جئت. في المرة السابقة كنت مستعجلة ولم أسألك، قل لي ما اسمك؟ ينادونني غسان. قالها والتفت جهة الذي كان معه والذي ظل على بعد 2 خطوات. غسان اسم جميل، قل لي يا غسان أين تسكن؟ ظل صامتا مطرقا، كانت تمسك به من ذراعيه. ألا تريد أن تقول لي؟ طيب هل لك إخوة يا غسان؟ هذا أخي، وأشار إلى الذي كان برفقته. اقترب تعال، قالت السيدة غيثة. تقدم على استحياء: أنت شقيق غسان؟ نعم نعيش معا. وما اسمك؟ سليم. أنت أيضا اسمك جميل. لاحظت السيدة غيثة أن لا شبه بين الطفلين اللذين يبدوان متقاربين في السن. سأعطيكما حلوى جئت بها إليكما. لم تكن سيارتها بعيدة، مضت وأخرجت من الباب الخلفي حيث تجلس عادة كيسا صغيرا، عادت وفتحته فظهرت قطع من الحلوى تبدو فاخرة. خذ يا غسان، وأنت أيضا يا سليم، هي لكما. كانت أجواء من التجاوب
قد بدأت تحف لقاءها الثاني مع غسان لما فاجأتها امرأة أتت من جهة باب الفحص. جلابتها المتسخة تشي بأنها امرأة متشردة. خاطبتها بلغة بالكاد أخفت حالة من العدوانية لا قبل لغيثة بها. هما ولداي، ماذا تريدين منهما؟ ظلت السيدة غيثة تنظر إليها مشدوها، ثم لما استوعبت الوضع الذي هي فيه سألت الطفل: هل هذه أمك يا غسان؟ لا، إنها تكذب وتريد أن تسرق الحلوى. غضبت المتشردة، كالت غسان ولم تستثني سليم سيلا من الشتائم سخرت فيها من الكلام الساقط الكثير. في غضبتها تلك تبدلت ملامح وجهها، واكتشفت غيثة أن المرأة فقدت أسنانها الأمامية. يبدو أنها حلقت شعرها بالموسى منذ زمن قريب، لعلها مجنونة. قالت لها غيثة بنبرتها الهادئة: أنت أيضا سأعطيك من الحلوى، لكن قولي لي، هل حقا هما ولداك؟ لعل الهدوء الذي التزمته غيثة كان له أثره على تلك المرأة التي تقول نظرتها رغم ما فيها من تيه إنها لم تتعد 30 بعد. تريدين الحقيقة؟ نعم، هما ولدي أختي، قالتها وضحكت. رأت غيثة مرة أخرى أنها فقدت أسنانها الأمامية. وما اسمك أنت؟ لن أقول لك حتى تعطيني الحلوى. أخذت قطعة من ذلك الكيس الصغير وناولتها إياها. تسلمتها مبتسمة: أنا اسمي سعاد، لا تقولها لأولئك الشبان، لا أريد أن يعرفوا اسمي. قولي لي يا سعاد، أين تسكنين؟ هناك. أين؟ غير بعيد عن المدرسة. والطفلان هل يسكنان معك؟ نعم، أترك لهما مكانا ينامان فيه. التفتت غيثة إلى غسان: هل تسكنان معها؟ لم يجب، لعله خاف منها. أخرجت من محفظة نقودها بضعة دراهم وناولتها المرأة التي اختفت سريعا. قال الطفل: إنهم ينامون في أرض خلاء غير بعيد عن مدرسة محمد الخامس، وإن تلك المرأة صارت تزاحمهم منذ فترة، بل إنها كانت تدفعهم إلى التسول لتشتري المخدرات. هل تستطيع أن تدلني على المكان الذي تنامون فيه؟ إنه لا يبعد كثيرا. طلبت غيثة من السائق أن يركن السيارة وأن يرافقهم. سلك الأربعة، غيثة والسائق والطفلان، زنقة إنجلترا، ومروا بمحاذاة المقبرة الأنجليكانية، وتسلقوا زنقة هولندا، ثم انعطفوا في زنقة روسيا بجوار المقاطعة، أرض عارية. تقدمهم غسان ومضى إلى عمق المكان. عند الجدار قطع من الكرتون كبيرة وبطانيات مهترئة وقطعة من البلاستيك الشفاف جمعت على شكل كرة. نظر إليها غسان وقال: هذا فراشي، الذي بجواره هناك فراشه هو. كان سليم يقف خلف سائق سيدة غيثة التي تذكرت أن المكان كان يأوي ورشة لإصلاح السيارات لميكانيكي إسباني معروف. ذاك الخامس من أبريل من العام 2000 اكتشفت السيدة ذات الشعر الأشقر الفاتح معاناة أطفال ولدوا ولم يعترف بهم آباؤهم وألقت بهم أمهاتهم في الشارع. يومها قاومت دموعها، لم ترغب أن يراها السائق ولا الطفلان وهي تبكي. أعطت غسان وسليم بعض الدراهم ووعدتهما على اللقاء بهما قريبا. من نافذة الصالون في منزلها في علياء مرشان يظهر المضيق، وحين يكون الجو صحوا ترى الضفة الأخرى. كان المنظر الذي يأسر النظر منظر السفن التي تعبر ليلا، نظيمات من الأنوار تمضي شرقا وأخرى وجهتها إلى الغرب. يومها حسمت قرارها أن تفرد لهؤلاء الأطفال المتشردين وقتا من حياتها لمساعدتهم. للمرة الأولى ستكتشف أن هناك شريحة اسمها أطفال الشوارع. لم تكن تسمع عن ذلك إلا فيما كان يأتي من أخبار بلدان لاتينية أمريكية
أو من أقاصي آسيا. كانت السيدة غيثة تملك فضلا عن سكنها في مرشان منزلا في المدينة العتيقة، فكرت أن تجعله مأوى للأطفال الذين ستتولى مساعدتهم. لم تكن تستسيغ ألا يلج أولئك الصغار التعليم وألا يستفيدوا من التطبيب ومما يمكنهم من أن يلمسوا للحياة معنى ويجدوا لها طعما، وأن تكون لهم آفاق لأحلامهم الصغيرة تلك التي سيكبر معهم الكثير منها. سريعا ستدرك المرأة أن ما هي مقبلة عليه لن يكون نزهة ممتعة، وستكتشف حقائق وقصصا لأناس انتهى بهم الأمر في الشارع، وأطفال بدأت حياتهم في الشارع حيث ولدوا أو حيث ألقي بهم. ظلت تتردد على زنقة روسيا من حين إلى آخر، تأتي للطفلين غسان وسليم بالملابس وبالطعام. لن تخبرهما بأنها ستتولى أمرهما حتى تنتهي من إعداد المنزل الذي ستؤويهما فيه. أمضت وقتا لا يستهان به تتبعهما من حيث لا يدريان، واكتشفت أشياء لم تكن تتوقعها. الحلقة الثانية والأخيرة. يوم وقفت السيدة غيثة على ذلك المكان الذي يعده غسان وسليم سكنهما، أيقنت أن على هامش المجتمعات حياة لم تكن لتعرفها هي التي ولدت في أسرة ثرية وفرت لها كل أسباب العيش الرغيد. في تلك الليلة لم يغمض لها جفن. قررت أن تجعل من المنزل الذي ورثته عن والديها في المدينة القديمة سكنا تؤوي فيه أطفالا يعيشون في الشارع ويقتاتون أحيانا مما يلقى في صناديق القمامة. صارت تلتقي الطفلين غسان وسليم مرتين أو ثلاثا كل أسبوع، وكانت في الآن نفسه قد أطلقت أشغال إصلاح ذلك المنزل الذي لم يكن يبعد عن الجامع الكبير سوى ببضع زنقات. خلال سنوات طوال ظل غير مأهول ولم يكن يتفقده أحد. ارتأت السيدة غيثة أن تتابع غسان وسليم وأن تحرص على ألا يتفطن إلى ذلك. ذات مساء بينما كانت تسلك شارع بلجيكا قاصدة إلى سكنها في مرشان عند الإشارة المرورية حيث يلتقي شارع بلجيكا وإنجلترا، شاهدت غسان مع رجل يبدو في منتصف العمر. لم ترى سليم، قد يكون في مكان قريب. ما كان يقلقها وجود ذلك الرجل مع غسان. ركنت سيارتها في شارع الحسن الثاني وترجلت. لم تكن تلك السيارة التي تعود إلى أواسط الستينيات، وإلا لكان غسان اكتشفها. وقفت عند المقهى الذي يحتل الزاوية. الرجل يحدث غسان في أمر ما، يكثر من الالتفات. ثم ظهر سليم بين سيارات قليلة توقفت عند الإشارة المرورية الحمراء. ليس هناك من شك في أنه يتسول. لم يكن ليفاجئها ذلك، فقد كان غسان قد لمح إلى أن تلك التي تزاحمهما ذاك المكان حيث ينامون تدفعهما مرارا إلى التسول. يقلقها ذاك الذي يلازم غسان، ها هو يريد أن يجبره على مرافقته إلى مكان ما. فكرت أن تعبر نحوهما لتفتكه، وفجأة توقفت عند الإشارة المرورية سيارة فورغونيت بيضاء. رأت الطفلين يركضان بينما ظل مكانه ذلك الشخص الذي كان يلازم غسان. انطلقت السيارة البيضاء، فانتبهت غيثة إلى أنها سيارة للقوات المساعدة. فهمت لما ركض الطفلان، ثم توقفت فجأة. نزل منها رجلان من القوات المساعدة وقصد ذلك الذي كان مع غسان. لا تدري إن كان مبحوثا عنه في قضية من القضايا، لكنها أحست بارتياح. الرجل الذي ليست نواياه سليمة البتة كما تظن لن يظفر تلك الليلة بغسان ولا بأي من الأطفال الذين لا سقف لهم يحتمون به. رأت رجلا القوات المساعدة يمسكان به ويدفعان به إلى بطن الفورغونيت التي لم تنتظر بعد ذلك وانطلقت. ركبت غيثة سيارتها ومضت إلى البيت.
تود لو أن شمس الغد تشرق فورا، ولو تنتهي فورا أعمال الإصلاح في منزل المدينة. صباح اليوم التالي استيقظت باكرا، غادرت المنزل في حدود 7:30، مرت بمخبزة فاشترت هلاليات وبضع حلويات وحليبا، قصدت إلى ذلك المكان الذي يأوي إليه الطفلان، تظن أنهما لم يستيقظا بعد. زنقة روسيا خالية، ترجلت ومضت في عمق تلك الأرض العارية. لما بلغت الجدار جالت بنظرها فلم ترهما، اقتربت أكثر، كانت هناك قطع الكرتون التي يفترشانها والبطانيات المهترئة، ولكنهما لم يكونا موجودين. غابت أيضا تلك التي تزاحمهما في المكان. جال بذهنها 1000 سؤال وسؤال، كانت تود لو تلتقي غسان فتعرف منه حكاية الرجل الذي أمسك به رجال القوات المساعدة. هل يكون أمسكوا أيضا بالطفلين؟ ظلت أسئلتها معلقة. ركبت سيارتها ومضت تقوم بجولة في المدينة، فكرت أن تمر بالسوق البراني فقد تجدهما يتسكعان هناك، ولكنهما لم يكونا هناك. مضت إلى المنزل الذي تجري به أشغال الإصلاح، بدأت تظهر معالمه التي كان غيبها الإهمال. كانت الساعة تقترب من 10:30 لما قفلت عائدة. حين بلغت باب الفحص سمعت صوتا ينادي: مدام مدام. التفتت، كان الذي يناديها طفل لم تكن قد رأته من قبل. توقفت: ماذا تريد؟ أنا صديق لغسان، هل تذكرينه؟ أين هو؟ لقد حدثني عنك، رأيتك يوم قابلته هنا في السوق. أين هو الآن؟ إنه يختبئ في مكان بفندق شجرة. لماذا يختبئ هناك؟ لأن رجلا يلاحقه ويقول إنه والده. وهل هو والده حقا؟ لا أدري. قل لي أيها الظريف، وهل رأيت صديقه سليم؟ لا لم أره، وقد يكون ذهب إلى تطوان عند خالته. نظرت غيثة مطولا في وجه ذلك الطفل. ما اسمك أنت؟ اسمي سفيان. وأين تسكن يا سفيان؟ في جنان قبطان. هل تذهب إلى المدرسة؟ نعم. قل لي يا سفيان، منذ متى وأنت تعرف غسان؟ منذ فترة. ولماذا لا يذهب إلى المدرسة مثلك؟ لا أعرف. طيب قل لي يا سفيان، هل تستطيع أن تدلني على المكان الذي يوجد فيه غسان؟ نعم. نزل إلى فندق الشجرة. في غرفة تبدو مهجورة خلف السوق كان غسان ممددا على الأرض، وقد تغطى ببطانية يعبرها خطان متوازيان. كيف حالك يا غسان؟ نهض من مكانه واتخذ وضع الجلوس. مرحبا بك. هل هذا سكنك الجديد؟ تكلف الطفل ابتسامة ثم قال: هو سكن شخص أعرفه أختبئ به، لأن رجلا جاء يحاول أن يأخذني معه، قال إنه والدي وأنا لا أعلم لي والدا ولا والدة. أين هو ذلك الرجل؟ لست أدري الآن. صمتت السيدة غيثة ثم فاجأتها: هل هو الرجل الذي كان يقف بجانبك مساء أمس عند الإشارة الضوئية في رأس المصلى؟ سألها مستغربا: وهل رأيتني؟ كنت أمر من هناك صدفة. هل هو ذاك الرجل؟ لا، ذاك شخص آخر شرير. قالها وظهرت في عينيه دمعة: رأيت رجال القوات المساعدة يمسكون به. آه، لو يعلمون ما الذي فعله. وماذا فعل؟ لا أستطيع أن أقول لك، فقد يقتلني كما قتل. لم يكمل كلامه. كما قتل من؟ أخاف أن يقتلني إن تكلمت. لا تخش شيئا، لقد قبض عليه، ولكنهم سيطلقونه بعد حين. صمت وقد تركته غيثة يهدأ قليلا، بدا لها أن الطفل يحمل سرا ثقيلا، ثم عادت لتسأله: وهل يعلم سليم أيضا؟ لا، هو لا يعلم ولم يرى شيئا.
كان الطفل الذي رافقها ودلها على مكان وجود غسان لا يزال واقفا. أخذت من محفظتها دريهمات وأعطتها للطفل الذي ابتسم واختفى. الآن لا أحد معنا، قل لي كل شيء وإلا استدعيت الشرطة لتسمع منك. لا 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 تخبر الشرطة، سأقول لك كل شيء. قال غسان إن الذي يلاحقه من المتشردين يتخذ مبيتا في مدخل مسرح سيرفانتيس، كان يدمن الخمر والمخدرات، كانت معه امرأة أعرفها متشردة مثلنا، كنت مارا من هناك أريد إلى البلاسا فسمعتهما يتبادلان السب. صفعها بقوة، توقفت لأتابع ما الذي يجري هناك، رأيتها تأخذ هراوة لوحت بها جهته، كانت في يده مدية كبيرة صوب إليها طعنة هوت على إثرها على الأرض. هربت مسرعا. منذ ذلك التاريخ لم أرى تلك المرأة التي كانوا ينادونها بنت المحجوب. طمأنت غيثة الطفل غسان بأن عليه ألا يخشى شيئا، وقالت إنها ستتدبر الأمر. كان من بين معارف السيدة غيثة ضابط أمن متقاعد، اتصلت به في ذلك اليوم وطلبت مقابلته. حكت له ما سمعته من غسان. لم يكن هناك أي بلاغ عن حالة اختفاء في التاريخ الذي ذكره الطفل. امرأة متشردة لم يقلق اختفاؤها أحدا. كان قد أخلي سبيل ذلك الرجل الذي ظنت غيثة أنه يتحرش بغسان. لم تكن معه بطاقة تعريف، قال إن اسمه علال، ولكن بصماته كشفت عن أن اسمه الكامل علال بن حميد، وأنه كان يقيم في ودلو. بعد أن تم الإبلاغ عما قاله غسان تم القبض عليه من جديد، ولعله لم يكن يتوقع أن يسأل عن بنت المحجوب. كان تحت تأثير المخدر لما رد بكل بساطة بأنه قتلها لأنها لم تحترمه. لما زال عنه أثر المخدر وتفطن إلى أنه في الكوميسارية تراجع عن الذي اعترف به، بل إنه أنكر أن يكون عرف امرأة باسم بنت المحجوب. ولما ألح عليه الباحثون عاد واعترف بأنه قتلها بطعنة من سكين كبيرة كانت معه. لاحقا تم اكتشاف المدية في أغراضه حيث كان ينام. اعترف بأنه قطع جثتها وألقى بها على دفعات في البحر. كشف النبش في ماضي هذا المتشرد أنه تورط في قتل شخصين في وادلاو قبل أن يجيء إلى طنجة. لما انتهت الأشغال بالمنزل الذي تملكه غيثة في المدينة القديمة، أثثت غرفتين منه وأسكنت بهما غسان وصديقه سليم، اللذين مع بداية الموسم الدراسي الجديد التحقا بالمدرسة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.